محتاج 4 صدور دجاج شرائح، فلفل احمر واخضر واصفر، وكوب فطر وبصل وثوم، معلقتين صغار كزبره ناشفه، ومعلقه صغيره كمون، ومعلقه كبيره بهارات مكسيكيه، وثلاث ارباع كوب جبنه بالكاسات. تمام خلاص. هنا بقى عايزين نبتدي نعمل اللي احنا متفقين عليه. فاول حاجه هنحط الدجاج الشرائح. انا انتبهت على اكلك كله لما تستخدمي دجاج غاده دائما صدوره تستخدمي. وانا ما باكلش اصلا الصدور. صح؟ لا ما باكلهاش. باكلها لما بتكون كده، بس لما بتكون فرخه كامله بحب اكتر الوراك. اوكي. اطرى، انا ما بحبش اللحمه الناشفه. هو الصدر انشف. حتى لما باجي باكل مثلا منسف ولا بروح للحته اللي شويه اطرى، وطبعا لازم يكون فيها شويه ليه. هنا هو البصل والثوم، دول هحط معاهم بس طماطم بندورة زي ما قلنا، والفاصوليا الحمراء، ومعلقة كمون، ومعلقة كزبرة خضراء، ومكعب مرق. تمام، دي الحاجات بتاعة الرز. بس أنا هحط الفاصوليا الحمراء دلوقتي، وهحط البندورة. اثنين، حطيت 2 بندورة مقطعة صغير. الرز طبعا انا نقعاه في المية السخنة اللي هو شربها طبعا، بس عمل اللي عليه يعني، فنقعته في المية السخنة بقاله تقريبا ساعة. هنا بقى هنحط دلوقتي ايه، هحط مكعب مرق. احنا حطينا البقدونس، وحط قصدي الكزبره الناشفه والكمون، هتحط مكعب مرق، وهحط شويه ملح وشويه فلفل. حلو. اسماء سلامه بتصبح عليكي من جده. يا صباح الفل. بس في حاجه بقى، قبل ما يخلص الرز كمان هحط له بتاع 3 4 معالق كبيره ليمون. ليمون؟ هو دايما الرز المكسيكي بيبقى فيه ليمون. شوقتيني لهالرز. شوقتيني لهالرز. أم يوسف من الكويت تصبح عليكي. يا صباح الفل بأم يوسف الفنانة الجميلة. صفاء عبابنا كمان صباح الورد. تصبح على إسراء ماجد وهي بتحبك كثير. حبيبتي الله يسعدك يا رب. خلاص دلوقتي الرز تمام، بس عايز أحط له مية سخنة. وهنسويه بقى عادي، هو بيطلع بنكهاته. طيب حطينا البصل، هنحط الفلفل الالوان والمشروم. وانا بصراحه كده قلت ممكن كمان للي يحب نضيف ذره، لان الذره بتبقى لطيفه برضو مع الاكل المكسيكي. طب استنى، حطيت كزبره ناشفه وكمون، وهحط شويه بابريكا، ده بدل ما نحط البهارات المكسيكيه. اللي عنده بيحط بهارات مكسيكيه، اللي ما عندوش بيفكفكها كده زينا. كويس. وشويه رشه صغيره من الزعتر. كويس. تمام. سلام. بس شويه عايزه دلوقتي هنعمل ايه، بس مش ناقص حاجه. اللي حابب يضيف فلفل حراق بيضيف زي ما هو عايز. انا هحط بس شويه على الوش. هنعمل ايه دلوقتي؟ بس هي كده تقريبا خلصت. اللي حابب يحط الدورة زي ما قلنا بيحط، بس انا عايزة احط في الاخر خالص يعني شوية من الجبنة الكريمي. تعمل لي كريمة كده وحركات مع الاكلة بتبقى لطيفة، عشان كده بنقول انها ممكن تتقدم مع الرز، وممكن تتلف بالخبز المكسيكي. يا سلام. خلاص بص هي كده تمام، بس هحط لها الجبنة ونطلع فاصل، تكون الجبنة بس ايه لمت مع المكونات، وتكون أكلتنا إن شاء الله جاهزة.